وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية. إذا نرحب بك سعادة السفير في نشرة أخبار الثامنة. وهل حدثتنا هل من كلمة حول أهمية تخصيص يوم للدبلوماسية البحرينية؟ أود أن أبين أهمية التوجيه الملكي السامي الصادر عن مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم نصره الله ورعاه، بتخصيص يوم 14 من يناير من كل عام يوما خاصا للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية، والذي تحتفي به وزارة الخارجية من خلال إقامة الملتقى الذي يشكل ملتقى مهم ومنصة تفاعلية بين الدبلوماسيين والمسؤولين في مملكة البحرين للتحاور والتبادل المعرفي حول آخر المستجدات المتعلقة في العمل الدبلوماسي واحتياجات القطاعات المختلفة في مملكة البحرين، والدور المطلوب من الدبلوماسية البحرينية في الخارج لتعزيز مكانة البحرين الدولية وجذب الاستثمارات والتبادل التجاري والثقافي والعلمي. وفي الحقيقة أن من أهم مرتكزات العمل الدبلوماسي والذي اعتمدته أنا شخصيا في جميع دول الاعتماد التي عملت بها من أجل تحقيق هذه الأهداف خلال لقاءاتي مع المسؤولين ومشاركتي في الندوات والأحداث، أولا التعريف بالقيم الأساسية التي تتبناها مملكة البحرين، وهي أولا السلام والتعايش السلمي، وثانيا حقوق الإنسان، وثالثا التنمية المستدامة. وهذا في الحقيقة ليس تقليدا لقيم دول أخرى، وإنما هي نابعة من قيمنا الإسلامية السمحة، ولن نحيد عنها مهما كانت الظروف. واليوم في ظل الأحداث الدولية الصعبة التي تتمثل بخرق سيادة الدول وانتهاك حقوق الشعوب بالتمتع بدولة مستقلة والسيادة على أراضيها، نؤكد دائما خلال لقاءاتنا موقف مملكة البحرين الثابت في علاقاتها الدولية، والذي يقوم على أساس احترام سيادة الدول وحسن الجوار والتسامح والتعايش والتآخي والاحترام المتبادل. نعم. والالتزام بالمواثيق والقوانين وترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي، وتوثيق التعاون مع الدول الشقيقة والعربية والصديقة، كل شيء يمكن أن يحل بالدبلوماسية. فنحن نؤمن بالسلام. نعم. من أجل السلام، وليس الحرب من أجل السلام. نعم سعادة السفير الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية، شكرا جزيلا لك.